السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم في قناة المساعد. اليوم سوف نتعلم من سلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة 41 أمر جديد لإنشاء مجلد وملف، أي بداخل المجلد يكون الملف وفي أمر واحد. اليوم سوف نتعلم إن شاء الله، وهذا الفيديو يعتبر آخر فيديو في لغة الباش أو من شيل سكريبتينج، أي الفور لوب أو الفور الشرطية. الآن هذا الرمز سوف نقوم بحذف لتحملي الظهر. الآن قبل أن نبدأ أحب أن أبدأ بالمقدمة، أوصيكم بقراءة الكتاب التالي الخاص في منهج NDH أي Net Development Group ومترجم عربي من قبل المهندس لؤي، وهو المنهج الذي أقوم بدراسته في اللغة الإنجليزية. أعتذر، أنا لم أقوم بقراءة الكتاب، فقط حبيت أن أقوم بمشاركة الكتاب لأنه هو يعتبر بمثابة نفس المنهج أو تقريبا مشابه له. رؤية 2030 كما تشاهدون، هذا هو الرؤية الخاصة في المملكة السعودية العربية، الترجمة الانتقائية لمنهج سيسكو أساسيات لينكس Net Development Group كما تشاهدون، والمهندس لؤي نصب باماقص. وأشكر من قام في ترجمة هذا الكتاب، وأشكر المهندس لؤي، وأشكر الكلية التقنية بمكة المكرمة أو قسم تقنية الحاسب الآلي الذين ساهموا أيضا في نشر هذا الكتاب ومن ترجمته من قبل المهندس لؤي ناصر. الآن سوف نذهب إلى الأمر الذي سوف نتعرف عليه، وأعتقد إن شاء الله سوف يكون هذا الكتاب مفيد لكم. إن شاء الله سوف تجدونه في أسفل الفيديو في الوصف، وإن احتجتم أي شيء أخبروني سواء يكون في التعليقات أو عبر صفحتي في الفيسبوك. الآن نبدأ في الأمر، نبدأ نقوم بكنا نقوم بإضاءها MKJR لإنشاء ملف. أولا قبل أن ننشئ الشيل سكريبت نتأكد من هنا، ننتقل إلى الديسكتوب أو الديسكتوب، وهنا MKJR نقوم بإنشاء ملف المجلد E ونضيف AND أي 2 وثم Touch الأمر لإنشاء الملف، وثم نقوم بتسمية الملف مثلا SS. هنا سوف يواجهنا خطأ، وأنصحكم أن تقوموا بتطبيقه الآن. كما تشاهدون أنشأ المجلد ولكن الملف منفرد أو منفصل عليه، أي ليس بداخل المجلد. كيف نقوم في عمله؟ الآن نقوم بحثهم، الآن نقوم بتطبيقهم AND Touch SS. هنا قبل بعد التوتش وقبل اسم الملف نقوم بإضافة السلاش، وثم اسم الملف هو أي اسم المجلد E وهنا الملف ليعطي المسار. الآن Enter. الآن كما تشاهدون انشأ المجلد ولكن الملف فقدناه. لماذا؟ لأن الملف في داخل المجلد هنا. الآن ننشأ هذا السكريبت عن طريق الهاش أو عن طريق الشاب. أولا هنا MKJR نقوم بالنقر E مثلا بالتسمية E-Shell السلام عليكم، عدنا لكم في الفيديو. بعد أن قمنا كتابة MKJR لإنشاء ملف اسمه E-Shell نقوم بكتابة Touch، نقوم بكتابة Touch، بعدها نقوم بكتابة E-Shell وبعدها نقوم بكتابة Slash أي بداخل المجلد E-Shell يقوم بإنشاء ملف اسمه shell w وبعدها save. الآن نقوم في عمل slash wire.sh اسم الملف. الآن قام في طباعة الملف في هذا الدايركشن أو بإنشاء في هذا المسار. الآن كما تشاهدون إنشاء وفي داخله ال shell w. فكيف الآن كيف نرغب من إنشاء ملف ومجلد وبداخل الملف ونقوم في الكتابة في هذا الملف؟ الآن نقوم في تجربتي، نقوم في عمل بايب ثم نقوم في عمل إيكو علامة الاقتباس من الزوجة. الآن نقوم في كتابة مثلا سرمت سار فيس على سبيل المثال أو أي نص، وثم نقوم في عمل حفظ ثم من تشغيل الأمر. الآن قام في طباعته. لماذا وأين الخطأ؟
الآن لنشاهد في التفاصيل. الآن أنشئ المجلد والملف أيضا، ولكن لا يحتوي أي شيء، ما الخطب وما الخطب. أنصحكم أن تقوموا بإيقاف الفيديو والمحاولة، لأن الأمر قمنا بشرحه في الفيديوهات السابقة. الآن قد نرق للطباعة في داخل الملف أو الملف، فقط نقوم في عمل right arrow أو السهم المتجه إلى الأيمن، ويقوم في كتابة في الملف، نقوم في طباعة هذا المسار كاملة في shell في shell w shell w هنا هذا المسار. الآن لنشاهد الملف والمجلد. الآن لنشاهد حفظ، هل سوف ينجح الأمر؟ ماذا تعتقد؟ الآن إنتر. الآن قم في طباعة الدايركشن أو المسار في شيل، ندخل إلى شيل دبليو. الآن نقوم بفتحة كما تشاهدون، سمى الساعات إيزي سمارت وهكذا. فتستطيع من عمل الكثير والكثير من الأمور في الشيل، الملف الشيل، ومن إنشاء سكريبت مفيدة ومساعدة لك، وأيضا من أوامر جديدة ومفيدة. ومع السلامة، نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله، وأعتذر للإطالة.